بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد القادر منصف، مدرس اللغة العربية الصف العاشر. سأقوم بإذن الله بعرض وشرح دروس الصف العاشر للفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أنوه بما يقوم به الفاضل رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك الأستاذ يونس الرحبي من مجهودات لربط والعمل على استمرارية التواصل بين الطالب والمعلم. والشكر موصول للأستاذة سامية ربحي مديرة التعليم الأساسي ومستشارة الجودة والتطوير على كل هذه المجهودات الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم بعنوان الطباق، وبعد أن درسنا في الفصل الأول المحسنات اللفظية، فنحن نحاول بمشيئة الله أن نتطرق إلى دروس المحسنات المعنوية، وعلى رأسها أو في مقدمتها الطباق. ونقرأ الأمثلة التالية. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ثانيا قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وقال أحد الشعراء: لئن ساءني أن نلتني بمساءة، لقد سرني أني خطرت ببالي. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أحمد شوقي في رثاء صديق الله: وأعطى المال والهمم العوالي، ولم يعط الكرامة والإباء. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وننتقل إلى المقابلة. تأمل المثال التالي. قال أبو جعفر المنصور: لا تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية. تأمل المثال السابق أمامك، ثم استخرج منه موضع التضاد. أين موضع التضاد هنا؟ عندنا كلمتان: عز أو عز الطاعة، وعندنا بالمقابل ذل المعصية. فعز يقابلها لفظ ذل، والطاعة يقابلها لفظ المعصية. سنسأل: هل حصل التضاد في المثال السابق بين كلمة وأخرى فحسب، أم حصل بين أكثر من كلمة؟ الإجابة أمامكم أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات. فعز طبعا يقابلها ذل، فهذا تضاد، والطاعة يقابلها معصية، وهذا أيضا تضاد. إذا التضاد لم يحصل بين كلمة واحدة، كلمة أخرى تقابلها، بل حصل بين كلمتين تقابلهما كلمتان، كذلك على علاقة التضاد. ماذا يسمى هذا النوع من التضاد في الكلمات المتعددة، سواء كان كلمتين أو أكثر؟ طبعا إذا جاء مقابلا لها ما يضادها على الترتيب، هذا يسمى بماذا؟ يسمى بالمقابلة.
إذن فما هي المقابلة؟ المقابلة هي ذكر لفظين أو أكثر ثم ذكر ما يضادهما على الترتيب. ولنتأمل المثال الثاني: أيضحك مأسور وتبكي طليقة. هنا هذا البيت لي أو صدر هذا البيت لي أبي فراس الحمداني حين كان مأسورا في سجنه ويخاطب حمامة حرة طليقة، فهو مأسور وهي طبعا طليقة، هنا علاقة التضاد. لكن بين ماذا؟ بين كلمتين تقابلهما كلمتان أخريان، فهناك يضحك تقابلها تبكي، ومأسور تقابلها كلمة طريقة. فهذا النوع من التضاد يسمى بالمقابلة، كون كلمتين تقابلهما كلمتان أخريان، فهذا النوع يسمى كما قلنا المقابلة، وليس شرطا أن تكون كلمتين فقط، فهناك حتى ثلاثة أو أربع كلمات ممكن أن تقابلها كلمات أخرى. فهذا النوع قلنا هو المقابلة. إذن فالمقابلة مبنية على ماذا؟ على الطباق، فهي تعتمد على الطباق، فكلمة مع كلمة وعلاقة التضاد بينهما تسمى طباقا كما سبقت الإشارة. أما إذا كانت العلاقة بين كلمتين وأخريين فهنا يكون طبعا مقابلة وليس بالطباق. وإلى هنا ينتهي درسنا، دمتم بخير وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله. الخلاصة: ما هو الطباق؟ إذا الطباق هو الجمع بين معنيين متضادين، وهو نوعان كما رأينا: طباق الإيجاب وهو المجيء بالكلمة وضدها، ثم طباق السلبي وهو ما كان التضاد فيه معتمدا على الإثبات والنفي كما سبقت الإشارة. أما المقابلة فهي ذكر لفظين أو أكثر ثم ذكر ما يضادهما على الترتيب إن كان لفظين، وإن كان أكثر ذكر ما يضاد هذه الألفاظ وعلى الترتيب كما رأينا. لقد انتهى هذا الدرس، والشكر على انتباهكم، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله. بنات الطالبات، أبناء الطلاب، لا تنسوا التواصل معنا عبر برنامج المودل بموقع تبارك الخاصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكراً.